بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 105. نتناول آيات من سورة الأنعام. يقول تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بالله عليك لما يجي لك بلاء ولا مرض ولا حادثة، مين اللي هتدعيه؟ والله ما هتدعي غير ربنا حتى وإن كنت عاصين. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، حادثة أو مصيبة أو مرض أو قضية، أو قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بالله عليك هترجع لمين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. العاصي وهو يعصي يقول يا رب استر، الحرامي هو بيسرق يقول يا رب استر، اللي بيعمل حاجة غلط بيقول يا رب استر، وعارف إن ربنا هيستره حتى في معصيته. الشيء الغريب والله العظيم إن العصاة وأكثر العصاة، يعني يقول لك مثلا إيه، واحد بيغني في حفلة أغاني يقول لك قعدت أدعي ربنا وأقول يا رب نجحني والحمد لله ربنا وفقني. طبعا أنت هتيجي تقول طب ما الغناء فيه شبهة، طب ما الغناء كده يعني أنت مش كنت قائم لليل وبتدعي ربنا يوفقك، مش كده ولا إيه؟ ويقول لك ده إحنا كنا صارين طول الليل وطول النهار وبنعمل المشاهد وهو والحمد لله ربنا وفقنا، يعني كأنه هو معتصم بالله حتى وهو يعمل عمل فيه شبهة أو معصية. شبهة أهو، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ مهما كنت في معصية بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وبعد ما يكشف عنكم البلاء ترجعوا تاني. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، بنشد عليهم بالبأساء بالفقر بالمرض بالضراء بالمرض لعلهم يتضرعون. لما ربنا بيشد على الناس أو عشان يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، ربنا بيشد على الناس عشان يدعوا ليل نهار يا رب يا رب يا رب أهو. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء بالشدة والضراء والمرض لعلهم يتضرعون، فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لما يجي لهم البأس والعذاب يتضرعوا. ولكن بعض الناس لما بيجي لهم البلاء ما بيتضرعوش الله، بل قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لكن الشيطان يقول لهم لا لا لا، وندعي ربنا ليه؟ لا شدة وهتعدي وإحنا منتصرين. ما لم لسه ربنا بيخلي له فرصة يمشي، عارف لو رأت في الأرض، لو رأت في الأرض وما عندوش قوة يقول يا رب، لكن لسه في نفس وفي لسان يعد. فلما نسوا ما ذكروا به، قضية غريبة جدا إن الإنسان لما ينسى ربنا قوي ربنا يفتح عليه الدنيا قوي، كل ما ينسى ربنا خالص يفتح عليه قوي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني أنت تستغرب كده تقول لك إيه ده، ده فلان ما بيصليش وما بيصومش ومع ذلك ربنا مزود له في الأولاد ومزود له في الأموال وعمال يبيع، إيه ده، ده بيغرف كده بيغرف. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، بس خلي بالك بقى هي ما بتمشيش على طول، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما فيش حرام بيزيد أكتر من 40 سنة خالص، يفضل ربنا يفتح له يفتح له يفتح له، وبعد كده بقى يجي بقى في أمراض في غيبوبة في مصيبة. وفي ناس كده بقى يعني مثلا عاشت 20-30 سنة منعمة وتلاقي قاعدة في الغيبوبة بقى 10 سنين مثلا. فلما نسوا ما ذكروا به وعصوا ربنا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ادينا لهم كل اللي هم عاوزين حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الانتصار بتاع الحق قليل وسريع، لكن صولة الباطل طويلة، يعني الباطل ينتصر كم سنة والآخري. الحروب الصليبية 200-300 سنة يعيسون في المسجد الأقصى فسادا ويملوه كذا، والآخر يجي واحد يحرر وبعدين يفسدوا يفسدوا يفسدوا، وبعدين بعد كام سنة يجي واحد يحرر. يعني زمن الفساد في الأرض أطول من زمن الصلاح. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فربنا بيقول لنا بقى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، لو ربنا ضيع الحواس لا بنسمع ولا بنشوف. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ طب يعني بيجي لي العادة ناس كده مثلا فقدوا البصر
أو ناس فقدوا السمع وعملوا اختبارات سمع واختبارات بصر وعمليات ترقيع قرنية وعمليات مية بيضاء وعمليات مية زرقاء وعمليات مية حمراء، كل اللي حاجة ولا أمل. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ وفي ناس كمان يعني ممكن كده يزعل فنظره يروح، أو يقع نظره يروح، ممكن يقع نظره يرجع. يعني في ناس نظرها رايح وكل حاجة سليمة، العصب البصري سليم والشبكية سليمة والقرنية سليمة والعدسة كل حاجة سليمة، والناس مستغربة ما بيشوفش ليه. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. عمالين نوضح لهم ونفهمهم، يا جماعة احنا بنشوف بنور الله، يا جماعة احنا بنسمع بقدرة الله، يا جماعة احنا بنشيل ايدينا بقدرة الله، والله العظيم بنسير بالقدرة، يا جماعة بنتحرك بقدرة الله، لو ربنا سبحانه وتعالى مش عايزنا نقوم، مفيش إرادة، مش هقدر اقوم من مكاني والله. اهو قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، لو عذاب ربنا جه بقى بغتة بسرعة فجأة، حادثة بالليل، حادثة بالنهار، قمت الصبح لقيت الدنيا مولعة، يا ما عمارات شفناها مولعة بأصحابها باللي فيها، يا ما عمارات صحينا لقيناها متكومة كوم تراب باللي فيها. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يا جماعة الموت بيأتي فجأة، الواحد راكب عربيته فخمة آخر موديل وصاروخ، وتيجي عليها عربية تريلا تخليها عجينة عجينة كده، بقت العربية قبر. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ده ربنا بينجي المؤمن كده آخر لحظة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو رب بس ما على الرسل إلا البلاغ، أنا بقولك على الخير والشر، أنت بقى مع مين؟ أنت مش عندك عقل؟ مش عندك عقل بتميز؟ ألا تستجيب لله؟ أنت ألا تستجيب لله؟ يعني أنت عمال تسمع كلام الخير ليه النهار ما بتستجيبش أبدا؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي دايما، يقول لنا خلي بالك أنت يا محمد وأنتم يا علماء الإسلام ما على الرسل إلا البلاغ، وما عندكوش قدرات خارقة ولا حاجة. يعني إيه؟ يعني قبل كده قال له إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، لو أنت تقدر اعمل. دلوقتي بيقول له ايه؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، الخزائن مش في ايدي، المفاتيح عنده هو، خزائن الخير والشر والرحمه، خزائن المال، خزائن الرزق، خزائن الاكل، خزائن كل دي عند ربنا، وما من شيء الا عندنا خزائنه. فبيقول قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ومحمد لا يعلم الغيب، وكما اقول لكم محمد لا يعلم الغيب، ونحن لا نستغيث بمحمد ولا نستجير بمحمد ولا نطلب المدد من محمد، محمد ده بشر. ربنا بيقول له ايه؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، انا عبد، انا بس بشير نذير، ان اتبع الا ما يوحى الي. ادي وظيفه النبي. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون؟ الاعمى هنا بقى اعمى بصيره، اعمى قلب، اعمى عقل، ربنا ما بيهديهوش. قل هل يستوي الاعمى والبصير، مش بصير أعمى بصر، لا أعمى بصيرة، أعمى قلب، أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. في ناس كده كلام ربنا كده بيجعل القلوب يرقق، كده يرقق القلوب، لما يرقق القلوب الجلد يقشعر والعين تدمع والعبد يلين لله عز وجل. القرآن لما ينزل على الجسد الطيب ينزل على أرض خصبة، لكن والعياذ بالله زي ما ربنا بيقول كده وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تقول له الموت لك فلا الله ولا فالك، موت إيه يا ابني؟ هنموت والله، فلا الله ولا فالك، موت إيه؟ أنت خايف ليه كده؟ هتموت والله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. وأول ما تتكلم بقى في الفساد واللعب والحاجات حتى فرحان. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ودايما يؤمن بآيات الله ويحب ربنا الضعفاء والفقراء والمساكين، ليه؟ ليس لهم ناصر إلا هو. يا رب انت اديت الأغنياء، انت اللي اديت الأغنياء المال، وانت اللي اديتهم البيوت، وانت اللي اديتهم الصحة، وانت اللي اديتهم العلم،
ودول برضو عبادك، الفقراء دول عبادك. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. عشان كده بنقول ان الناس كلها امام دعوة الله سواء، ويمكن عبد فقير يستفيد من آية الله اكتر من الغني، ويمكن عبد فقير يعني يدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويمكن عبد غني يدعي ليل نهار وما يستجيبلوش. ان شاء الله نلتقي في روضة القرآن في حلقة قادمة، انتظرونا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني ببابك مولاي، إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي. مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض.